من النادي الاهلي نروح لنادي الزمالك وتحدث السربي ميتشو مدير الفني للزمالك مع امير مرتضى منصور المشرف العام على الكره بالنادي الابيض عن رؤيته بخوض الفريق لمعسكر داخلي في القاهره خلال فتره توقف الدوري تمهيدا لاستئناف مسابقه الدوري وكذلك منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ومن المقرر ان يحسم ميتشو مع المشرف العام على الكره مصير المعسكر بشكل نهائي خلال الساعات القادمه بعد وجود اتجاه داخل اداره الكره بنادي الزمالك بالاتفاق مع بشأن التراجع عن إقامة معسكر خارجي والتأكيد أن المعسكر الداخلي في الوقت الحالي سيكون أفضل للفريق وذلك للتمكن من خوض مجموعة جيدة من الوديات متدرجة المستوى خاصة أن الفريق بيغيب عنه عناصر أساسية لانضمامهم إلى المنتخبات الوطنية المختلفة